عندنا بطيخة صغير أو جزء من البطيخ فايض من عندنا، يلا بينا نشتغل بيه. عندنا كمان نص كوباية من أوراق النعناع، النعناع فريش. هنحتاج 2 ليمونة متقطعة شرايح، ربع كوباية من عصير الليمون، وكوبايتين مياه غازية بيضة اللي هي الصودا اللي بدون أي نكهات. دي كده مقادير الموهيتو، حاجة بسيطة كده بس في الآخر مشروب منعش جدا. يلا بينا. طيب بقية البطيخ فين؟ كمان كده كتير عليا. تعالوا بينا بقى، عندي هنا طبق غويط، انا هعمل كله في مكان واحد وبعدين اصب في الكاسات عشان هعمل كميه، انما لو هعمل كوبايه واحده فبحط المكونات في الكوبايه واضغطها في الكوبايه. تعالوا بينا ناخد كده شرايح الليمون، ناخد كمان النعناع، ههرسهم شوية مع بعض وبعد كده أحط لهم البطيخ، معلقة العسل دي لطيفة جدا في الموضوع ده. فتعالوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي، ونضغط كده بحيث ان احنا نخرج النكهات بتاعت الليمون والنعناع. حتى وانا بضغط كده تدي بقى الروايح الحلوة تطلع مع بعض. بالشكل ده مجهزين البطيخ، تمام، والبطيخ يكون منزوع البذر طبعا. ويا سلام بقى لو محطوط في الفريزر شويه، ابتدي احط شويه بطيخ كده وابتدي بقى ايه اضغط الكلام ده كله مع بعض، التركيز كله هنا. ابتدي احط بقى في الكوبايات بتاعتي، مش اي حد برضو فارم البطيخ يا جماعه، استاذ حمدي بصراحه. زي الفل، واخر كوبايه. ده كده نقول عليه ايه بقى؟ البيز او الاساس اللي هيعمل الطعم كله للموهيتو بتاعنا النهارده. الليمونه زعلت. تمام، فلنكتفي بهذا القدر. يعني والله انا عايزه اقول لكم الطعم كله هنا كده. خلاص خلصنا، حطينا البطيخ اللي مخلوط بالنعناع وعصير الليمون. ممكن نعمله بالهاند بلندر كمان، يعني مش لازم نهرسه بهراسة او الكلام ده كله، ممكن نعمله بالهاند بلندر كده كام ضربة كده، كام بلصة كده، بحيث ان هو يتفرم معانا. بعد كده نحط التلج. لا 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 مش هتروح ان شاء الله، احنا لسه. تلج كتير عشان بقى الانتعاش يزيد. تعالوا بينا بقى ايه نصب مياه غازية، اللي هي في مياه فوارة كمان، تمام، اللي هي بدون اي طعم، دي لطيفة جدا برضو في استخدامها، جربتها في البيت وعجبتني جدا. او مياه غازية اللي هي بطعم الليمون، تمام، هتبقى لطيفة برضو. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصب. الله على اللي انت عايش، الصوت لوحده يكفي.